مكونات العصير بقى عبارة عن بطيخ، مكعبات بطيخ كده صغننة عشان تتفرم بسرعة، مع تين شوكي وعنب أحمر وآيس كريم فانيلا. هحط كده البطيخ ممكن اسيب شوية احطهم مع العصير، وهحط العنب ابتدي بقى احط التين الشوكي كده، ان انا عقبال ما احطها من فوق احط كده حبة حلوين من الايس كريم.